طيب فضيلة الشيخ، إذن على هذا أنت ذكرت معاني عديدة للكفر في القرآن الكريم، هل يرد يعني هل ورود هذه المعاني في القرآن الكريم على سبيل الحقيقة في جميعها، أو أنه حقيقة في بعضها مجاز في الآخر، أو أنه دال على اللفظ أو القدر المشترك فيما بينها؟ وكما قلت أكثر استعمال القرآن للكفر بمعنى الشرك، فأغلب الآيات الكريمة استخدمت في هذا السياق، وجاءت آيات أخرى النص يحتمل كذا وكذا، يعني ليس يمكن أن يحمل على هذا وعلى هذا أو على المعنيين معا، وجاءت آيات قليلة ذكرنا بعضها يعني نصت على أن المقصود بالكفر هو كفر النعمة. جميل. فلذلك إما أن يقال بأنه حقيقة في الشرك مجاز في النعمة، بمعنى أنه إذا أطلق فيحمل على الشرك ولا يحمل على النعمة إلا بقرينة، أو يقال بأنه لفظ مشترك يصدق عليهما، والقرائن والسياق هو الذي يحدد المراد به، هل هو كفر النعمة أو كفر الشرك. جميل. فيعني يسوغ أن نقول بهذا وأن نقول بهذا.